السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا هندسة، أنا دلوقتي لو أنا عايز أبدأ بقى مشروع جديد، ممكن أقول له نيو، أدور على التمبليت اللي أنا عايز أشتغل عليه، أقول له براوس وأشوف أنهي تمبليت اللي أنا عايز أشتغل عليه. الميثاد بتاع التمبليت RTE، أنا مثلا حاطه في الـ E، ممكن نفتح التمبليت من هنا ماشي، من على الـ E في عندنا ريفيت. شوف أنت أنهي التمبليت اللي عندك في أي مكان وتفتح التمبليت عادي. ولكن مثلا هفتح مثلا اللي هو ميكانيكال ديفولت او الكتريكال ديفولت. اوكي، هتفتحه بروجكت ولا بروجكت تمبليت؟ ايه الفرق؟ لو بروجكت يبقى هتبدأ ترسم الشغل بتاعك عادي، لو بروجكت تمبليت يبقى هفتحه اعدل فيه وسيفه تاني، بحيث لما اجي افتح التمبليت ده الاقي التعديلات دي موجوده فيها. يعني مثلا عملت سكادولات او عملت فاميلي، لما تيجي تفتح التمبليت ده تاني تلاقي الحاجات دي بتتحملها جاهزه. تمام، فانا دلوقتي هفتحه كمشروع، بقول له متري. تمام، هو كده هيبدأ يفتح ايه كمشروع. تمام، هيفتح مشروع فاضي خالص. هبدأ انا اسحب الريفت معماري عشان ابدأ اشتغل عليه. ابدأ اسحبه ازاي؟ هاجي انا في كام سيستمز، في كام انسيرت اسف. تمام، هقول له لينك ريفت، ادور بقى على الملف بتاعي اللي انا عايز اسحبه. تمام، ممكن اجي هنا في الاي ادور على بروجرام فايل ريفيت بروجرام سيمبلز. تمام، واختار ده مثلا ارش لينك موديل. افتح يلا، افتح 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 افتح، مفيش حد، افتح لا تخش افتح. تمام، طيب فهقول له هنا ايه، انا هنا ده اسم الملف، ده الامتداد بتاعي ار في تي. البوزيشن لما هتيجي تسحب ملف المعماري دوت، عايز سنتر تو سنتر، يعني اشوف نقطة السنتر بتاعت المشروع الاولاني ويحطها في السنتر بتاع المشروع اللي انا موجود فيه. دي مش صح، الصح اوريجن تو اوريجن، يعني شوف 00 هنا واحطها في 00 اللي عندي. تمام، طيب في حاجه تانية اسمها ايه، مانوال اوريجن. يعني ايه؟ يعني هات لي نقطه 00 اللي في الملف المعماري او الملف اللي انا سحبه، الملف اللي انا سحبه، وانا هحطها بايدي في المكان اللي انا عايزه. اتكلم يا عم. لا لا أنا كلم. لا فاهم لا لا اوريجن بالظبط تو اوريجن. الملف اللي سبته على كده. اه تمام، إحنا نرول أو وزنها، ده اللي عايزين نظبطه. اقول له ايه اوبن. تمام، هيبدا بقى يحمل المشروع، ويبدا المشروع ده يبقى يظهر معايا ريفت. بس هيظهر معاك كتله واحده. يعني عايز اعمل سيلكت على الحيطه؟ لا، هو عارف المشروع كله كتله واحده. عايز اعمل سيلكت على جريد؟ لا، هو عارف المشروع كله كتله واحده. فدي عايزين بقى نعالج المشكله دي. تمام، بتيجي مثلا ايه هنا، عايز مثلا تعمل سيلكت على مثلا جريد دوت. تمام، عمل ايه؟ عمل سيلكت على المشروع كله، هو ما مش عارف ان دي ايه. تمام، طيب ممكن انا بقى اعالج المشكله دي بقى ازاي؟ باجي على كلمه كولبريت. تمام، وبلاقي حاجه اسمها كوبو مونيتور. كوبو مونيتور بقول له ايه، سيلكت لينك، يعني هبدا اسحب حاجات تبقى معايا في المشروع. ماشي، هبدا احدد المشروع اهوت. بيقول لي ابدا بقى ايه، سلك على الحاجات اللي انت عايزها تبقى معاك. ممكن اقول له كوبي، بقول له مالتيبل، وابدا اعلم على ايه، على الجريدات مثلا. بس انا دايس ايه، كنترول. تمام، ممكن تعلم على دول مثلا والشجر مثلا معاك. تمام، الحاجه اللي انت عايزها اسحب وانت دايس كنترول. ماشي، يعني ممكن اسحب كده، ممكن تاخد معاك حيطان زي ما انت عايز. خلصت، اقول له فينش هنا الاول، بعد كده اقول له فينش هنا، لازم الاثنين. هنا كده يبقى انا خلصت عمل سيلكت، هنا يبقى انا كده خلصت عمليه ان انا ايه، عملت كوبي منستر. تمام، اقول له فينش تاني. كده بقى لما تيجي تعمل سيلكت على دي، خلاص دي بقت لوحديها، دي بقت لوحديها. تمام، طيب تعالى نشوف حاجه تانية. انا عايز اعمل هنا اليفيجن، اليفيجن عشان اخلي بالي من، تعال نعمل الفيجن. تمام، ولا فينيش. ماشي، ماجم كومنت فيو، حط الفيجن. الفيجن ده اللي هو الواجهة. تمام، هقول له الفيجن، هو حطيت الواجهة. ماشي،
تمام. تعالى بقى نعمل سيلكت عليها، كليك يمين، جو تو فيو، المفروض نسحب الحاجات دي اللي قدام. تمام. طيب لسه الشكل ما جاش معايا، اجي هنا تمام، هسحب دي كده لقدام عشان يجيب الشكل ده كله معايا، ماشي. واجي بقى ادوس هنا كليك يمين، جو تو الفيجن فيو. تمام. طيب انت لما تيجي تبص هنا هتلاقي هنا ايه، عندك كذا دور، ماشي. بينما لما تيجي هنا قائمة فيو وتقول له اعمل لي جدول، لما تيجي هنا قائمة فيو وتقول له اعمل لي جدول، هتلاقي ان هو شايف كل الادوار ديت، هو شايف هنا اللي في الواحد بس، الادوار دي كلها هو مش شايفها. ليه؟ لان هي دي موجودة فين؟ في الملف الريفت. طيب عايز اسحبها بقى معايا، نفس الفكرة، هاجي كولبريت، هقول له كوبي سيلكت لينك، واروح معلم على اللينك دوت اهوت، واقول له كوبي، وابدا اسحب اعلم على الليفليت. تمام. انا كنت معلش، انا كنت على الكنترول، خلاص اروح اسحبهم كده مره واحده. تمام. خلاص كده كل الليفلات معايا، لو قلت له فينيش، وده الاحسن، بدل ما اعمل ليفلات خاصه بالام اي بي، لا انا شغال نفس الليفلات اللي هي في المشروع اللي هناك. تمام. تمام. طيب انا بقى لو جيت هنا وقلت له بقى ايه فينيش، بقول له بقى اعمل لي بقى فيو، اعمل لي فلور جديد، هتلاقي كل دول بقى موجودين معايا. اقول له اعمل لي فلور جديد، الاقيهم كلهم ظهروا معايا، اروح معلم عليهم كلهم واقول له ايه اوكي، خلاص كده اتعمل. دي باختصار ان احنا ازاي بنبدأ نعمل نظبط الفيوهات بتاعتنا. تمام. نبدأ نسحب الملف الريفت المعماري، ونبدأ ايه نخليه يحس بيه الملف بتاعنا، بحيث ان هو يبدأ يشتغل، نبدأ نشتغل عليه. في زي. تمام. تمام. طيب دلوقتي دول انت مثلا عايز تسميهم ميكانيكال او كده، ممكن تيجي هنا على الفلور دوت تقول له ايه ده مش كوردينيشن، ده في كوردينيشن، لا ده انا عايز ده مثلا في الميكانيكال. تمام. طب انا عايز اظبط دول بحيث ان دول يظبط حسب الميكانيكال والالكتريكال، هو انا مظبط حسب نوعه، يعني ده فلور بلان، ده سيلينج بلان، ده اليفيشن، بس مش كاتب ده كهرباء ولا ميكانيكا ولا الحاجات دي كلها. ممكن اجي هنا ابدا بقى اعمل انا واحده جديده، ماشي، هم لسه مش معمول. ادوس كليك يمين، اقول له طيب روبرتس، ماشي، وهقول له مثلا انا عايز اي واحدة. تمام. هسميها، تعالى نسميها مثلا دوبليكيت، هسمي دي مثلا ديسبلين، ديسبلين، اقول له اوكي اديت، اقول له هنا بيقول لي عايز ترتبهم حسب ايه، اقول له رتبهم لي مثلا حسب الديسبلين. تمام. وهنا ممكن نرتبهم حسب الطيب تاني، انا من عينيك كده في حتة كده فلت مني. تعالى بص، لما تيجي تبص كده هتلاقي هنا مرتبهم ايه، حسب الكوردينيت، حسب الكوردينيشن، وتحتهم الحاجات دي. يعني لو واحده من دول، الدور ده مثلا خليناه بدل ما هو كوردينيشن خليناه الكتريكال، قلت له ابلاي. تمام. ايه اللي حصل؟ هيبقى عندي هنا كوردينيشن في كل الحاجات اللي فاتت، وعندي الكتريكال في الفلور بليت، بقوا متظبطين كده. ممكن بقى ايه اقول له مثلا واحده تانية تبقى ميكانيكا، يعني ممكن اجي هنا اقول له مثلا اعمل لي ريفلكتيف سيلينج بلان. تمام. للدور الاول اوكي، الدور الاول ده خليه ميكانيكا، هيبقى محطوط هنا، ماشي، ده هنا اقول له ده خليه ميكانيكا. ده احنا قلنا له ميكانيكا بس تقريبا ما وقفناش عليه، ميكانيكال ديسبلين reflexing orientation visibility mechanical default. mechanical. طب خليها electrical. هي الميكانيكال، ايه الميكانيكال، ايه كانت موجوده بس انا عينيا زغللت فمشفتهاش، رجعت انا ميكانيكال. بص اهي،
تحت الالكتريكال في ميكانيكال هيبقى موجود. ماشي ميكانيكال. طيب لو انا عايز اشوف موضوع الشيت ادور الشيت، بس كليك يمين اقول له نيو شيت، هنا في الشيت متحمل اقول له لود واحمل الشيت. تحمل الشيت ده منين؟ من المكان اللي عندك الفاميلي بتاعته. تيجي في الفاميلي هتلاقي حاجه اسمها تايتل بلوكس، اي 0 ولا اي 1 ولا اي 2، اقول له مثلا اي حاجه اوكي خلاص ده الشيت بقى موجود. تبدا تشوف اي واحده فيهم، تمام. اسحب مثلا، تسحب مثلا ديت حطها هنا. مش انت انت مثلا عامل واحد لمية هتلاقي هنا ظهر معاك واحد لمية على طول، تمام. اه هنا هنا تقريبا المقاس كبير، تمام. تيجي هنا وتغير المقاس، تقول مثلا دي مثلا اصل ده موقع عيب 1500 مثلا، تمام. ممكن تخلي واحد ل 1000 مثلا، واحد ل 3000 لحد ما تظبط معاك. ممكن تيجي من هنا على طول بدل ما تروح وتيجي، كليك يمين اكتف فيو، تمام. ده معمول 1 ل 100، ممكن اخليه مثلا ايه 1 ل 1000، تمام. بصغر كده ده، اسحبه كده واحطه. شوف شوف انت، شوف بقى المقاس بتاعه انت عايز تخليه كام، تمام. على المثل ده كده اهو ام في، ظبط بقى ال كده. انت بقى ظبط اللوحة زي ما انت عايز. نعمل درجة ليه؟ بص ان هو تقيل يعني. آه هو انا الجهاز بتاع كورد ديو فأقدم حاجة. اه تمام. آه هو انا دلوقتي المفروض ما نقولش كده، بس هو انت كده نقلته، هو مرتبط بحاجات، تمام. انا عايز ارجعه زي ما كان، اكسل زي ما كان، تمام. بص هاجي اعمل ايه، اخرج الاول من الامر، اقول له دي اكتف فيو، وانقل الشاشه نفسها كده من هنا لهنا كده، 2 معاه بدون اي مشاكل خالص، تمام. طيب بعد ما خلصت بقى، طبعا دي مثلا هتظبطها تحس انها تبني بتاع، اه اقول له بقى فايل اكسبورت كات دي دبليو جي. الاكسبورت هنا ممكن تحدد مثلا 10 حاجات، 10 لوح، 20 لوحة، كل اللوح. يعني ممكن اقول له فيو ان ذا بلان، يجيب لي كل الفيوهات، شيف اول كل الفيوهات في خطوة واحدة تحولهم لكيت، تمام. تقول له نيكست خلاص، يبدأ بقى يحدد لك الملف، تروح مصدرهم كلهم للكيت. شرحت بالعمارة ديت العلامة دي، تمام. العلامة دي اسمها export view on sheet and links as external reference. يعني انا دلوقتي هخرج اللوحة ديت، الشيت دوت هو انا ساحب فيه بلان. طيب البلان ده هيبقى موجود في قلب اللوحة اللي فيها شيت في نفس الملف، ولا هعمله في ملفين كده؟ هخلي اللي اوت او الفريم او الشيت في لوحة، واخلي في لوحة تانية فيها الفيو ومسحوب اكسرف، تمام. يعني ممكن يكون واحد عنده مثلا لوحة فيها فريم وفيها كذا لوحة كاد موجود، كذا شيت، كذا فيو جواها، فكل فيو من دول هيبقى موجود في لوحة كاد لوحديها، وكل الأربعة دول مسحوبين في قلب الشيت. أنت عايز أنا واحدة فيهم؟ لا أنا أنا بشيل العلامة ديت بحيث إن اللوحة تبقى هي لوحة لوحديها، ما يبقاش في اكسترفات، لأن كده كده هعمل بايند عشان أبعتها، فأنا بختصر وبعمل بايند من أولها، تمام. طيب بعد كده بتيجي هنا، يعني أول خطوة اللي قبل دي، إن أنا باجي هنا وابدا احدد الالوان. يعني ايه احدد الالوان؟ يعني اقول له مثلا الاير تيرمينال ديت اختار لها اللون دوت. ايه اللون ده؟ انت لو فاكر في الكاد كان عندنا الاحمر بواحد، الاخضر تقريبا، الاصفر باتنين، والاخضر بتلاته، والابيض بسبعه. الالوان ديت تبدا تختار بقى انت الالوان اللي انت عايزها هنا. يعني ممكن تلاقي مثلا، تعال نشوف الول، الول طلع باتنين اللي هو اصفر، فهيطلع شكله غبي قوي. تبدا انت بتغير الالوان ديت، بس جاست ان انت غيرتها مره واحده في التمبليت وسيفتها خلاص هتتساف معاك طول ما انت شغال. انت بتدور على تمبليت نضيف محترم وتبدا تحط عليه يعني التمبليت، هو بقى فيه كل التعديلات بتاعتك في، بس ما فيش تمبليت بينفع لكل الشركات، لان كل شركه ليها حاجات خاصه بيها، فانت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تشتغل بيها.
ماشي هندسة. ماشي يا باشا. لا يا باشا، المهم بس دي فايدة إن شاء الله، وبطمنك إن شاء الله.